السلام عليكم، أنا زنوبيا من بغداد، أرحب بكم قناتي زنوبيا تشانل، واليوم راح نحكي عن العناية بمحيط العين. تابعوا وياي الفيديو حتى تتعرفون على الموضوع أكثر. بالبداية أريد أقول أنه موضوع العين هو موضوع طويل وشامل ويحتاج إلى شرح وتفاصيل، فأني راح أسوي الفيديو إلى أقسام، وحتى لا يكون الفيديو طويل وممل، فاليوم راح نحكي عن قسم من موضوع العناية بمحيط العين وملاحظات ونصائح عامة مهمة، والقسم الثاني راح يشمل علاج الهالات، علاج الانتفاخ، الروتين، العناية بمحيط العين وإلى آخره. فأني سويت رسمة للعين حتى أشرح على هذه الرسمة، وخلي نبدأ سريع بالموضوع حتى لا يكون الفيديو طويل. أول مرة، هو شنو محيط العين؟ لأنه أكو ناس يعني يتصورون أنه محيط العين هو بس هذه المنطقة اللي تحت العين. لا، محيط العين هو هذه المنطقة اللي تكون داير ما داير العين أو حول العين، أو الدائرة اللي تكون حول العين، هو هذا كله محيط العين، هو هذا كله اللي راح نحكي عن العناية به، والكريمات راح نخليها عليه، والعلاج أي أمور العين، هي تشمل كل هذه المنطقة. فإذا هذه هي محيط العين. أول وأهم نصيحة وأفضل نصيحة، ويمكن هي هذه النصيحة اللي راح توفر علينا كل معاناتنا بالنسبة إلى العناية بالعين، هي ارتداء النظارة الشمسية. ارتداء النظارة الشمسية، يعني أشوف هواية بنات بنمشي بالشارع، أشوف هواية بنات ما يلبسون النظارة الشمسية، وهذه كارثة على محيط العين. ليش؟ لأنه إحنا قاعدين بالبيت، البيت الإنارة بيه ضعيفة، طلعنا للشمس الإنارة الشمس قوية جدا، فالعين رأسا راح تتقلص، لأنه هي تريد تخفف من الضوء اللي جاي إلها داخل إلها. من راح تتقلص العين، اللي راح يصير شنو؟ راح يصير تجاعيد حول العين بسبب انه احنا قلصنا عيننا. فاول شيء تجاعيد الخطوط الدقيقة راح يصير. ثاني شغلة، انه الشمس والضوء القوي للشمس وحرارة الشمس راح تأذي النظر، فالنظارة الشمسية تحمي النظر مو بس تحمي محيط العين. ثالث شغلة بارتداء النظارة الشمسية، يعني او ثالث فائدة لها، هي انه الشمس ما تضرب هذه المنطقة ويسبب اسمرار لها، لانه هو مو بس هالات، هي مو اللي بس هالات اللي هي سبب الاسوداد حول العين، لا، ممكن يكون اسمرار بسبب انه احنا ما نرتدي نظارة شمسية. فاذا ارتداء النظارة الشمسية راح يحافظ لنا على هذه الامور كلها، وهذا الشيء راح يجنبنا هواي مشاكل. فلازم احنا نلبس النظارة الشمسية، والنظارة الشمسية مجرد من تطلعين بالبيت الى ان توصلين الى مكان، سواء مدرسة او جامعة او وظيفة او مكان اسواق او مول، تنزعين النظارة الشمسية. والكلام هذا ينطبق بالصيف وبالشتاء، لان الشتاء همين راح تكون، ممكن تكون هبات هواء، ممكن يكون شمس او هبات هواء على العين، فتسبب لنا نفس التأثير. فإذا بالبداية قلنا ارتداء النظارة الشمسية. ثاني ملاحظة، بما أنه إحنا نحكي عن الشمس، هو وضع واقي الشمس حول العين. وضع واقي الشمس ضروري، حتى لأنه هو هذا جلد حول العين، جلد، فالجلد هذا يحتاج إلى وقاية من الشمس، فإذا إحنا نخلي واقي الشمس حول العين. بما أنه إحنا، طيب إحنا خلينا واقي الشمس ونريد نخلي هسه مكياج، ف شنو الأفضل شيء بالنسبة للمكياج؟ أني حول العين ما أخلي كريم أساس، يعني أني تحت العين أو هاي المنطقة ما أخلي أبدا كريم أساس، لأنه كريم الأساس، أكو كريمات أساس تصير ثقيلة، فلما تجين تزيليها راح تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى إزالة قوية، وهذا الشيء يأثر على محيط العين. أخلي فقط كونسيلر، يعني إذا أريد أخلي فقط كونسيلر حول العين، ما أخلي كريم أساس، فحتى تحمين محيط العين خلي بس كونسيلر إذا حبيتي، وإذا خليتي كريم أساس يفضل أن يكون النوع اللي يكون سائل ويكون خفيف. طيب، بما أنه إحنا بدنا نحكي عن المكياج، فهسه راح نتعلم طريقة إزالة المكياج من حول العين. إزالة المكياج هو أنه أنتي هذه عينش وتريدين تزيلين المكياج، طبعا ممنوع جدا جدا الحركات العنيفة حول العين، هاي أبدا لا تسويها، أنه تفركين العين بقوة هذه لا تسويها. اللي تسوينه شنو؟ أنه تلزمين طرف العين، طرف جانب العين، هسه هذه عيننا اليمنى، لزمنا هذا الطرف ونبدي نمسح بالقطنة، نخلي القطنة وبيها مزيل المكياج، ونمسح بالاتجاه المعاكس إلى العين، يعني هاي نثبت المنطقة ونمسح بالاتجاه المعاكس
للعين حتى لا يسبب لنا ترهل حول او تجاعيد حول العين، وهاي المنطقة حساسة، منطقة حول العين حساسة. وخلص طبعا، وضروري جدا ازالة المكياج كامل من العين. ويفضل انه انتم ما تخلون مسكارة بالرموش السفلية، لانه المسكارة بالرموش السفلية اذا انت يوميا تخلين مسكارة وتحبين تخلين مسكارة بالرموش السفلية، من تجين تزيليها راح تنزل من المسكارة على هذه المنطقة، تنزل من المسكارة فتصير مثل الصبغ، صبغ اسود، ويوميا انت تسوينه فالمنطقة هاي تنصبغ عندنا. فيفضل انه المسكارة للرموش السفلية تخليها بالمناسبات او الطلعات المهمة حتى لا يصير تأثير سيء لهذه المنطقة وتنزل على هذه المنطقة وتصبغها مثل ما قلنا لان هي المسكارة صبغ، فاذا تخلينا راح تنزل على هذه تحت العين وراح تصبغها. فيفضل انه المسكارة للرموش السفلية يكون بالمناسبات فقط. طيب غير هذه الامور شنو اللي نريد نحكي بيه اللي نقوله؟ الشيء المهم اللي راح نقوله هسه هو البوتوكس الطبيعي. البوتوكس الطبيعي للعين هو الاي اكسرسايز او اليوغا فيس. هذه الامور هي اللي سبب لنا بوتوكس طبيعي، بمعنى انه هذه الاي اكسرسايز او اليوغا فيس تحريك، هي تحريك عضلات العين. اذا احنا ما حركنا عضلات العين، هذه العضلات اللي هي خصوصا راح تصير الجوانب هنا راح تكون خامله، ومن تكون خامله راح تسبب تجاعيد وتسبب ترهل حول العين. والملاحظه اللي بدي اقولها انه احنا من نريد نلتفت يمنى او يسرى ما نلتفت بالعين نفسها، لا نلتفت بالراس، يعني نتجه براسنا يمين او يسار، وهذا السبب، يعني هذا هو السبب اللي يخلي الترهل يصير او تجاعيد حول العين، لانه احنا ما نحرك اصلا عضلة العين. فيفضل انه احنا نسوي الاي اكسرسايز، بس الاي اكسرسايز ما تسوونه بالليل، لانه احنا نسويه خلال النهار على مود حتى يقوي لنا العين مو بس محيط العين. فاذا هذا الملاحظات العامة المهمة اللي احنا حكينا بها للعين. الجزء الثاني من العناية بالعين راح تشمل باقي المواضيع اللي حكينا عنها، واتمنى انه تستفادون من الموضوع اليوم. حاولوا ان تشيرونا وتفعلون زر الاشعارات، تشتركوا بالقناة، تابعوني على الفيسبوك، واذا عجبكم الموضوع اعملوا لايك. تحياتي لكم وشكرا.